عايز اسالك على فكره، قعدتي كام سنه تعملي طمطم؟ قعدت 13 سنه. لا انا قعدت 18 سنه، بس في النص كان في ايام سنين يعني كان الاستاذ احمد بيبقى تعبان شويه، كان يبقى سنه تقع. لما سنه تقع من السنين في رمضان يقول رمضان وحش ما فيهوش بوه طمطم، كان بيعمل حاله من البهجه والجمال والفن الراقي في الشاشه المصريه. لكن هل الناس كانت عارفه ان هاله فاخر هي طمطم؟ ايوه. لا يعني انت كنت تقولي ولا اصل انت يعني كنت اظن كان في التتر بيبان الصوره. وانا طلعت كمان لايف في كذا مسلسل يعني لبوجي وطمطم، بطلع المدرسه بتاعتهم الدكتوره اللي مش عارفه ايه، فبطلع بشخصيه هاله يعني او ان انا كده. بس اللي انا عايزه اقوله بقى بعد اذنك يا دكتور، انه زي ما انت قلت حضرتك ان بوجي وطمطم ده تراث، خلص قفل الباب ده. يعني لما انا السنه دي اتعرض عليا ان انا اعمله، طبعا للحق يعني، قلت لهم انا مش هعمل بوجي. طب ليه؟ لا لا هقول لحضرتك. استاذ رحمي يعني ما يكفينيش اقعد اتكلم عليه سنين طبعا في فنه. بجد مين مخرج هيعمل ده؟ مين مخرج يبقى بيحب العرايس كده ومصمم العرايس كده ويخرج لهم؟ ما انا اعتقد ان مفيش. ما هو احنا ما ينفع اكيد مصر هتكون في ولاده يعني. معلش بس بعد كام سنه بقى ما لا بس يعني. بوجي وطمطم انه يتعاد لا ما هو انت عارفه يا مدام هاله، انا بوجي وطمطم دي استاذ رحمي مات 2001، انا موقفاها لغايه دلوقتي ما فيش شغل عشان ما فيش الشخص اللي يفهم بوجي وطمطم زي ما بتقولي. ما هو اتعمل يا فوائد. لا ما اتعمل سنه دي نسيها من دي. طيب لا ما عشان كده موقفاها، عشان كده ماشي يا بابا. اتعمل نجح ولا فشل؟ لا ما فشل. بس لما يكون في فنان زي ما فيش استاذ رحمي، ما فيش صلاح جاهين، ما فيش ابراهيم رجب. خلي بالكوا يا جماعه برضه زي الفوازير بتاع رمضان. فوازير رمضان دي ما فيش الحاج فهمي، ما فيش الاستاذ عبد السلام امين، ما فيش استاذ صلاح جاهين، ما فيش نيلي، ما فيش سموره، ما فيش شريهان. في حاجات مرتبطه بجو عام بتشتغل مع بعض. الفنان رحمي عمل مع نيلي الفنانه نيلي الجميله ومع صلاح جاهين. مظبوط. وبريت اللعبه. مظبوط. هو ربع ساعه بس، شوف قد ايه جميل. بذول فيه مجهود قد ايه؟ قد ايه مجهود؟ ما عملش سنه، مجهود سنه. نعمل مزيكا.